بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأكرمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نستكمل بإذن الله تعالى المحاضرات الخاصة بالبحث العلمي والبحث العلمي عند العرب، وسوف نناقش في هذه الحلقة أدوات البحث العلمي عند العرب. فثبت لدينا أن العرب كان لهم باع في مجال البحث العلمي، ونحن نعلم أن البحث العلمي لابد له من أدوات بحثية، ولكن ما الأدوات التي استخدمها العرب في بحثهم؟ فالآن البحث العلمي صار علما، ونحن نعلم أن له مناهج، منهج البحث العلمي يدرس. فهل كان العرب ينطلقون في بحثهم هذا من خلال معرفة بمجموعة من الأدوات؟ هذا ما سوف نناقشه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. بداية، فقد ثبت لدينا حقيقة أنه كانت للعرب عموما تجارب بحثية رائعة أفاد منها الغرب قبل العرب. هل كان العرب يمتلكون أدوات البحث العلمي التي تؤهلهم لأن يكونوا أساتذة ورواد في هذا المجال؟ من الأسباب التي مكنت العلماء العرب من الوصول إلى هذا المستوى في مجال البحث العلمي دقة الأداء وصحة المنهج، فقد استخدموا عدة أدوات تتفق مع بيئتهم وثقافتهم، يمكن أن نجملها بإذن الله تعالى فيما يلي. أولاً، في اعتقادي أن الأداة الأولى التي استخدمها العرب في مجال البحث العلمي ومكنتهم من التفوق في هذا المجال على غيرهم هي الروح العلمية. الروح العلمية لها قيمة كبيرة في البحث العلمي، الروح العلمية التي تتسم بالحيدة ونزاهة العقل، فقد أقبلوا على البحث بروح علمية واثقة وثابة وفكر واعٍ مستنير، مستعد لقبول الحق واعتقاده، متجرد من تأثير الأحكام السابقة والمسبقة التي سبقته. لابد أن نعرف أن هذه الروح العلمية لها أثر كبير في أبحاثهم الأدبية أيضاً، فهذه مهمة جدا. هذه الأداة لابد أن يتصف بها كل باحث علمي مدقق حصيف واعٍ أن يمتلك الروح العلمية. إذن أنت لابد أن تكون لك الأداة الأولى هي الروح العلمية المحايدة والعقل النزيه، فيقبل على البحث الباحث في ثقة وفكر واعٍ، ويكون عنده استعداد لقبول الحقيقة أياً كانت، حتى وإن لم تتفق مع أفكاره، حتى وإن لم تتفق مع معتقداته التي بنى عليها بحثه. فالحقيقة هي الهدف، نحن نسعى للبحث من أجل الحقيقة وليس من أجل أن نضع قوالب معتقدين أو معتنقينها هذه القوالب. فلا بد أن نتخذ من الروح العلمية وسيلة للوصول للحقيقة، طالما أن الحجة قد قامت عليها لا بد أن يقبلها. بهذا استطاع العرب أن يبحثوا وأن يستنتجوا وأن يتفوقوا وأن يسيطروا على العالم كله في مجال البحث العلمي عندما اتصفوا بهذه الصفة، وهي الأداة الأولى الروح العلمية. إذن الروح العلمية هي الأداة الأولى. ثم بعد ذلك نجد أن أداتهم الثانية التي استخدمها العرب في بحوثهم هي الشك في الموضوع، والشك قائم منذ أن يبدأ الباحث بحثه في الأدب أو أي مجال. وقلنا أن كلمة بحث تعني أن هناك حقيقة مفترض وجودها، هي موجودة لكنك لا تدركها، فأنت تشك هل هي موجودة حقيقية في الواقع أم لا، وبالتالي الشك هي أداة للوصول إلى أهدافك. ف
إذا كانت موجودة فعليك أن تأتي بالدليل وتقيم الحجة على وجودها، فأنت تبدأ بالشك ثم تأتي بالأدلة التي يتحول الشك إلى يقين. فالشك في الموضوع أو في هذه الحقيقة المفترضة التي يتتبعها الباحث في بحثه، هذه أداة أخرى من أدوات البحث العلمي، وقد استخدمها العرب قديما، وكانت ضمن الوسائل التي مكنتهم من التفوق في هذا المجال. فنجد أن العصر الحديث يعني أسند فكرة الشك للوصول إلى الحقيقة إلى بيكون وديكارت، وأن المنهج الشكي هو من ابتكارهما، من ابتكار بيكون وديكارت، وهذا ادعاء خاطئ. والحقيقة إنهما كانا تلميذين للباحثين العرب، وبخاصة الجاحظ والغزالي والخوارزمي والبيروني، وعلماء كثر في العالم الإسلامي ومن المسلمين العرب وغير العرب. كان الشك أساسا من أسس البحث العلمي عندهم. أيضا الأداة الثالثة، إذن نحن تحدثنا عن أن العرب استخدموا الأداة الأولى الروح العلمية التي اتخذوا من خلالها الحيدة والدقة، ثم بعد ذلك الشك، ثم الأداة الثالثة وهي من أدوات البحث العلمية التي استخدمها العرب هي التجربة. فالتجربة تبدأ بالملاحظة، ثم بعد ذلك الاستقراء، ثم الموازنة، ثم التركيب، ثم الاستنباط القائم على المقدمات للوصول إلى نتيجة ثابتة، وهي النتيجة التي يظل الباحث يسعى ورائها حتى تثبت لديه بالأدلة اليقينية، بعد مرحلة طويلة من الشك والتجريب ومحاولة الموازنة ومحاولة الاستنباط. هذا هو المنهج التجريبي. كان هذا المنهج يعني يعتمد عليه كثير من الباحثين العرب، منهم الجاحظ في بحوثه، واستطاع أن يحصل العديد من المعلومات عندما اعتمد عليه اعتمادا يكاد يكون كليا، بالإضافة إلى الشك. إذن نحن تكلمنا عن الروح العلمية، الشك، التجريب أو التجربة، كان دائما يدعو الجاحظ الناس إلى أن يجربوا بأنفسهم، ويعد ذلك تأصيلا لهذا المنهج ومحاولة لزرع هذه الأداة في نفوس كل من يطلب العلم. فكانت المعاينة عنده تشكل العنصر الأول من عناصر البحث العلمي، يضم إليها التجربة والعرض والمقابلة والتصنيف. ومن ثم فإنه بعد فترة أصبح يعد أحد أعمدة علم الأحياء العرب. نحن نعلم أن للجاحظ كتاب، وهو من أهم الكتب الموجودة في المكتبة العربية التراثية، وهو بعنوان الحيوان. طبعاً الحيوان هنا يعني فكرة فلسفية، حتى العنوان يحمل أفكار كثيرة. فالحيوان بمعنى الحيوان، وأيضاً بمعنى الحياة الأولى والحياة الثانية بمعنى المثنى الحياة. والذي أكد في هذا الكتاب وحدة الطبيعة وأوضح العلاقة بين المخلوقات المختلفة، وظلت آراءه في التجربة منهجاً علمياً مقرراً لدى الباحثين من بعده. وهو بهذا في الحقيقة أعتقد يعني أنه يسبق بيكون الذي توفى سنة 1626، وبيكون هذا هو الذي نادى بأنه يجب علينا ألا نستند إلى أحكام المتقدمين ونسلم بآرائهم، لأنهم لا يعينون الأمور عيانا كافيا، أو لا يلاحظونها، أو لا يوجد فكرة التجريب أو التجربة. فما ينبغي لنا أن نكون أصحاب أفكار مسبقة نؤمن بها، بل يجب علينا أن نلجأ إلى المعاينة وإلى التجربة، ثم إلى الاستنباط، استنباط النتائج العامة من الأمور التي تأتي بعد المعاينة والتجربة.
هذا كلام بيكون وديكارت، وهو كلام يشبه كثيرا ما قاله لا تصدقوا إلا ما كان واضحا. فالوضوح إنما هو الأصل، أصل الأمر في اليقين، فما ينبغي لقوة من القوى الظاهرة أن يكون لها سلطان على حرية تفكيرنا. أيضا هذا الكلام الذي قاله بيكون وديكارت في القرن السابع عشر الميلادي، أي بعد الجاحظ بمئات السنين، ليس جديدا في مجال البحث العلمي، هذه الحقيقة. ولكن إذا تأملنا كلام الجاحظ لوجدنا أنهما عالم على الجاحظ في الحقيقة، في أفكاره هذه. فمن كلام الجاحظ في كتاب الحيوان مثلا: لا أجعل الشيء الجائز كالشيء الذي تثبته الأدلة ويخرجه البرهان من باب الإنكاز. الشيء الجائز يعني هو الشيء الذي فيه احتمالان، احتمال أن يكون هو أو لا يكون، يعني الذي فيه شك، أي لم تقم عليه الحجة. هذا هو كلام الجاحظ، ولو تأملناه لوجدنا أن هذا الكلام أنه أكثر دقة من كلام بيكون وديكارت، وهو صاحب المنهج التجريبي فعلا. يعني في اعتقادي بهذا الكلام أن الجاحظ صاحب المنهج التجريبي فعلا، القائم على التجريب. هذه مجموعة من الأدوات التي جمعتها والتي قرأت عنها، والأسس التي اعتمد عليها علماء العرب في بحثهم العلمي، بالإضافة إلى أداتين مهمتين كانتا ضمن أدوات حفظ التراث الأدبي لدى العرب، وهما أيضا أداتان مهمتان من أدوات البحث العلمي عند العرب، وهما الرواية ثم الكتابة. نعم، في المراحل الأولى اعتمد علماء العرب على الرواية في بحوثهم العلمية، ثم في مراحل تالية اعتمدوا على الكتابة. في رأيي هنا، بعد إجمال الجانب الخاص بالأدوات البحثية التي استخدمها العرب القدامى في البحث العلمي، وجدنا الروح العلمية، ثم الشك، ثم التجربة والمعاينة، وأيضا المنهج التجريبي الذي قدمه لنا الجاحظ في كتابه الحيوان. في نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن أكون أضفت لكم جديدا عن البحث العلمي عند العرب، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.